جاهز؟ جاهز. يعطيك العافية كارلوس. عويفي كارلوس، شوف رح نعمل خدعة بطريقة غريبة وفريدة من نوعها. يعني يلي رح يصير، رح نعمل خدعة هلأ بشكل انه نجربها بعدين نعملها بشكل جدي. غريبة الطريقة، ما هيك؟ أول مرة بتسمع فيها؟ أبدا. طيب، بدي منك تقطع الورق لأربع أقسام تقريبا متساويين بالعدد. برافو عليك، وهذه هي الحركة الغريبة اللي رح نستعملها، أوكي؟ رح يطلع معنا أربع ورق مختلفين. شو صار؟ ما صار شيء، عم نجرب نحن، اتفقنا إنه عم نجرب. أوكي. هلا رح نشيل الورق المفتوح لأنه ما بدنا إياهم. وهلا بدنا نشيل هلا أربع ورق بنص الورق، وبدهم يخلط الورق مرة تانية مشان ما يكون في حجج. أوكي؟ وهلا بدي منك مرة تانية ترجع تقطع الورق لأربع أقسام مثل ما عملنا تماما. اوكي وهلا برجع بعيد الحركه الخرافيه تبعيتي، بيطلع معي اربع قصوص. عم بلف كمان لوحده، شفت السحر؟ طيب طلع معي. لا اعلم. شوف عملناها نحن اول مره، هلا رح نعملها مره ثانيه. اوكي طب قل لي كيف كيف. هلا بتتابع معي الشرح يا كارلوس. طيب رح فرجيكم اول شيء انه الورق الشده ما بقلبه ولا قص. وهلا رح امسك الاربع قصوص وحطهم بنص الورق باماكن مختلفه بشكل انه يضيعوا الاربع قصوص بالنص. شفتوهن؟ ايه شفناهن، شفتن للقصوص؟ اوكي. اوكي؟ هلا بدنا نمسك الاربع قصوص ونخلطهم بنص الورق بشكل انه خلص ضاعوا بالنص. طيب كارلوس بدي اسالك سؤال قبل ما نبلش بس الخدعه مره ثانيه. انت سامع بقطعه فيو وسامع بقطعه ابراهيم عباس الخرافي؟ لا. على الطاوله منك سامع فيها؟ ولا مره. طيب ضرب القطع. جديد عليك. هيدي انا اخترعتها صراحه. حلوه. بدي منك تقطع الورق مره ثانيه لاربع اقسام مثل ما عملنا قبل شوي. اوكي. عم حاول قد ما فيني يكون جامد على الكاميرا، زبطت. طيب كارلوس انت قطعت وخلطنا وكل شيء والاربع قصوص بنص الورق، بنرجع بنعيد الحركه الخرافيه تبعيتي بيطلع معي اربع قصوص. اوكي؟ طب كيف؟ قل لي كيف. هلا بدك تتابع معي الشرح وبنتعلم كيف يا كارلوس، فيا اصدقائي ابقوا معي لحتى نتعلم هذه الخدعه وكيف طورتها من الصفر لوصلت لهون. طيب اصدقائي لنتعلم هيدي الخدعه باكملها. اول شيء خلينا نتعلم حركه معينه، بعدين بنفوت بالخدعه من اولها لاخرها. اوكي خلينا نفترض انه الشخص قطع اربع مجموعات. اول حركة لازم تتدرب عليها هي هيدي، لازم ايديكم اليمين والشمال يعملوا حركة بنفس الوقت، يلي هي ايد اليمين بدها تيجي تاخد الفرقة يلي على اليمين وتقلبها هيك، وبنفس الوقت ايد الشمال رح تاخد اول ورقة من الفرقة يلي هون وتفتحها هون. هذا الشيء بده يصير بنفس الوقت. يعني تاني حركة بدها تجي الايد الشمال اليسرى تجي لعند هيدي الفرقة تحمل اول ورقة من هون، وبنفس الوقت ايد اليمين بدها تجي تحمل اول ورقة من هون. ونحن وعم نعمل هالحركة عم نجيب ايدينا هيك، لازم هيدي الورقة تفتح يعني هيك، ومنحطهم بهيدا الشكل. رح نرجع نعيدها كلها سوا. خلصت، هيدي هي الحركة. اوكي هلا لنفوت نتعلم الخدعه كلها، بس قبل ما نتعلم بدي اقول لكم جمله واحده. ليش هيدي الخدعه حلوه؟ لانه بتبين انه انتم فيكم تتحكموا بالورق الشده بشكل عجيب. يعني اربع قصوص عم تحطوهم بنص الورق، ينخلط الورق، عم تعرفوا وين محل الاربع قصوص، عم تقدروا تطلعوهم لفوق. هيدا الشيء بيفرجي انه عندكم قدره تحكم بالورق عجيبه. هلا يلي لازم يصير، بنمسك الورق بهذا الشكل، بنشيل اخر ورقتين، بنحط قص احمر قص اسود، بنحط الورقتين فوقهم وبنقلب الورق، بنعمل نفس الشيء، بنشيل اي ورقتين ومنحط قص اسود قص احمر ومنحط الورقتين فوق. فاذا صار معنا ورقتين قصين قصين ورقتين. هلا بدنا نخلط الورق قبل ما نبلش. فيكم ما تخلطوا الورق، منا ضروريه، بس يلي على باله يخلط الورق، الخلطه تعلمناها عندي على الشانل اسمها كيفيه خلط الورق باحتراف، موجوده تحت بالوصف. اكيد بدنا نخلط الورق بشكل انه الورق يلي تحت هول ما يتلخبطوا ولا اللي فوق، فاذا بدنا نخلط بس يلي بالنص. تعلمنا احنا هيدا الشيء على الشانل، الورق اللي تحت هون ما لازم يتلخبط ولا اللي فوق، فإذا بنمرق الورق اللي تحت بنخلط الورق بعدين بنخلي هدول اللي فوق ينزلوا هيك، بنعمل هالحركة. إذا بدكم ما تخلطوا منا ضرورية. بقول له للمشاهد نحن أول شيء رح نجرب بعدين رح نعمل خدعة بشكل جدي، بيقول لي إيه. المهم بيقطع الورق أربع أقسام، بفسر له كيف بده يقطع، وبقول له أنا هلا بدي أعمل الحركة اللي رح نعملها بعد شوي. فبعمل هالحركة بس بسرعة بدكم تعملوها مثل ما أنا عملتها بالفيديو. بتقولوا له طلع معنا أي أربع أوراق، نحن ما بنعرف شو طلع معنا. ف
بدنا نرجع نعيدها مره تانية، بس هدول الاوراق ما بدنا اياهم. شو بتعملوا هون؟ بدكم تشيلوا الاوراق المفتوحين تحطوهم على جنب، بس انتبهوا ما يبين القص. فانتوا بتعملوا هيك، يعني انتوا عم تشيلوها بتبرموا ايدكم بنفس الوقت، وبتعملوا الحركه بكل الباقيين مشان يبين انه انتوا ما عم تعملوا شيء غريب. تمسكوا ورق الشده، بتفتحوا هون، بتحطوا الاربع اوراق بالنص، وهون اذا بدكم بتخلطوا الورق، بس انتم ما تنسوا هلا صار معكم قصين تحت وقصين فوق بعد ما عملنا هيدي الحركه. اوكي، نخلط الورق من دون ما يتلخبطوا لا اول ورق ولا اخر الورق. بنقول له اقطع مره ثانيه، بيقطع مره ثانيه، وهون بتعملوا الحركه مره ثانيه نفسها ذاتها اللي هي هيك وهيك، وبتزبط الخدعه دغري. حلو. هلا هون اكيد الشخص اللي قدامكم بده ينصدم، بس هم بتقولوا ان احنا ما خلصنا، وبترجعوا بتعيدوا نفس الشيء، بتشيلوا القصوص على جنب، وهون بتقولوا له رح نعملها بطريقه اصعب. يعني رح نشيل القصوص، واول شيء بدي افرجيك انه بالورق الشده ما في ولا قص غيرهم مشان ما يفكر انه نحن في معنا ورق مكرر. وهلا بدكم تتدربوا لي على هيدي الحركه، هيدي حركه جديده بالشانل. شوفوا، بدكم تمسكوا الورق بهيدا الشكل، اصبعكم هون وهذا الاصبع هون، وبدنا نعمل هيدا الشيء. بدكم تتدربوا بس على اصبع الابهام يعمل هيك. اوكي، هلا فاذا بنمرق شويه ورق، بنمسك اول قص، حاولوا تعملوهم اسود احمر اسود احمر عشان اخر شيء يطلعوا اسود احمر اسود احمر. طيب، بنحطهم باماكن مختلفه بالورق مثل ما عملنا هون. وهلا هون على اساس انه بدهم يصيروا ينخلطوا القصوص بقلب الورق، شوفوا يلي عملته شو هو. هلا بمسك الورق بهذا الشكل بايدي اليمين، وايدي اليسار بتمسك الورق، هدول ثلاث اصابع وهذا الاصبع على الاطراف من هون، وهذا الاصبع من فوق. ما تنسوا انه خلوا تقريبا نص القص طالع لبرا هيك. فاذا هلا بدنا نعمل هيدي الحركه، يعني بدنا نخلي ايدنا تنزل لتحت هيك. ليش؟ لانه بس تنزل ايدنا لتحت رح رخي انا من هون، رح رخي اصابعي، يعني بصير هيدي الورق كلياته سوا الشده يلي فوق اول قص بينزل لتحت فوق اول قص. طلعوا كيف، شفتوا كيف صار الورق الشدة هيدا كلياته سوا نزل على اول قص فوق دغري. رح ارجع هيدا مرة تانية لتبين. نحن ماسكين الورق الشدة هيك، بعمل هيك تنزل اول فرقة لفوق، هيدا هو ما اكتر من هيك. وبنفس الوقت انتو عم تخلوا هيدا الورق يلي فوق عم يسحط فوق الورقة الاولى، هيدا الاصبع عم بفوت شوي صغيرة الورق لجوا شوي صغيرة. فاذا بنفس الوقت هو عم يسحط فوتنا شوي، رح امسك الثلاث قصوص هدول مع رابع قص اسا يلي هون مع الورق الشدة كله يلي فوق، بدي امسكهم كلهم سوا واسحبهم هيك. بنمسك بايد اليسار بالايد اليمين، بنسحب الورقات يلي اتفقنا عليهم، بس بنسحبهم بنضلنا بنفس الاتجاه نفس الزاوية، بننزلهم على ايدينا، بنمسك بعدين من اليد اليسرى بنسحب الورق يلي فوق، بنضلنا عم ننزل على ايدينا. اخر شيء بنطلع انه الاربع قصوص موجودين تحت اخر اربع اوراق. هلا الزاويه اللي عند المشاهد كيف؟ ما بدنا نخليه يشوف هذا المنظر انه نزل بس يلي فوق ونحن مسكنا هدول. فبنخلي مثلا المشاهد قاعد قدامنا هنيك، بنخلي الورق ينزل بوجه المشاهد، يعني بنعمل ايدنا هيك، بصير المشاهد شايف هذا المحل، شايف بس من هون، ما بدنا نخليه يشوف من هون. فاذا بنعمل هذا الشيء هيك. حلو، هلا بدنا نعمل قطعه يلي انا اخترعتها. القطعه هيدي هي تيبل كات، هي عباره عن انه نخلي ورقتين من تحت يصيروا فوق. تمسكوا الورق بالايد اليسار بالايد اليمين بهذا الشكل. الايد اليسار بنعرفها الميكانكس جريب يلي هي المسكه الطبيعيه للورق باليد اليسرى، وبالايد اليمين بدنا نمسك هذا المسكه هالشكل ونعمل بس اخر ورقتين تحت، ووحده اثنين بدكم تمرقوا ورقتين، وبعد ما تمرقوا ورقتين بدكم تعملوا هذا البريك باصبعكم الصغير تبع الايد الشمال، بعدين نمسك الورق بهذا الشكل بالايد اليمين. نحن هلا صرنا جاهزين، من قدام ببين الورق طبيعي بس من ورا مفتوح. مسكنا بهالايد، هذا الاصبع ما خصه، مسكنا بهالايد، مرقنا ورقتين مسكتهم. بس هذه الحركه بدها تصير بسرعه، يعني انا عم بحكي معه مثلا بقول له هلا بدي اقطع لك الورق، خلص الحركه. اوكي، فانت عم تحكي معه حاطط ايدك هيك، بس مجرد اصبع الابهام بيتحرك بنزل ورقتين. بنحط اصبعنا عملنا هيك، بعدين زبطت مسكة الورق صرت جاهز. هلا اصبعي اليمين بيقطع شوي من الورق وبيعمل هيك، بتجي ايدي اليسار بتاخدهم بهيدا الشكل، يفوت اصبع الابهام لجوا بياخدهم هيك، ومنخبطهم على الطاولة.
ناخد قصة شوي منخبطن على الطاولة، ناخد قصة شوي منخبطن على الطاولة. هلأ في معنا ورقتين تحت، منحط إيدنا اليمنى فوق الورق كله ومنخلي هدول الورقتين خلص ينزلوا على الورق الشدي. بنعمل هيك وبسحب إيدي هيك، خلص صاروا أول ورقتين هن القصين نزلناهم. بتخبطوهم هيك مرة على الطاولة، بتزتوهم فوق. لكن صار معنا قصين فوق قصين تحت، صرنا جاهزين لنعمل الخدعة اللي عملناها قبل. بنقول له للشخص تفضل اقطع الورق، نعمل نفس الشيء هيك بشكل سريع اكيد، وبيطلع معكم اربع قصوص. وهيدي هي الخدعة من اولها لاخرها. ان شاء الله تكون عجبتكم الخدعة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا من الفيديو. ما تنسوا تعملوا لي لايك اذا عجبكم الفيديو، وتشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا تتوصلكم كل الدروس. وموعدنا ان شاء الله بدرس جديد. باي باي.